في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية بتوزيع مساعدات عينية على أهالي المناطق الحضرية الجديدة انطلاقا من الدور المجتمعي للوزارة. استمرارا للدعم والرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لأهالي المناطق الحضارية الجديدة، وجهت الوزارة مأموريات إلى هذه المناطق على مستوى الجمهورية لتوزيع مساعدات عينية على قاطنيها بهدف تخفيف الأعباء عنهم. الله يبارك للريس، يعني وصلنا من مكان لمكان أفضل، ومش نسينا بصراحة في الكراتين وفي اللحمة والحاجات دي كلها. أنا بتكلم بحس المدينة كلها، هو مش سايبنا، كل حاجة بيديها لنا بصراحة. كل سنة هو طيب الرئيس ومفتكرنا في أي مناسبة، وجاينا لحد عندنا بيدينا كراتين يشكر، كتر ألف خير. يا وجودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك، واقفين معاك بروح وقلب، احنا اللي بنلبي في وقتنا بتنادينا. كل سنة وانت طيب يا رئيس، تشكر ان انت مش ناسينا وفاكرنا في المحروسة في تحيا مصر. تضمنت المساعدات مواد غذائية متنوعة قدمت للأهالي، وسط إشادة منهم بالدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الداخلية التي تتواجد دائما مع الأهالي وعلى مدار العام، وتقدم لهم كافة أشكال الدعم والمساندة. أنا بشكر سيادة الرئيس على المبادرة اللي هو عاملها لنا، كل سنة وهو طيب ودايما مش نسينا. نشكر الرئيس على إنجازاته اللي عاملها كلها في البلد، موفر لنا كل حاجة والحياة كريمة بجد، يعني كتر خيره. كل سنة وحضرته طيب. المدارس جنبنا، الجامع، الصحة، فبنشكر سيادة الرئيس طبعا. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. تعطي وزارة الداخلية من خلال هذه المساعدات اهتماما خاصا لأهالي المناطق الحضرية الجديدة منذ أن وفرت لهم الدولة سكن وحياة كريمة، فتعمل دائما على توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم بصفة دورية في إطار توجه الدولة نحو توفير مظلة من الحماية الاجتماعية للمواطنين. شعب وقيادة وشرطة، احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. شكرا يا ريس على الهدية الجميلة ديت، وكل سنة وانت حضرتك طيب، على طول فاكرنا. انا فرحانة يا سيادة الريس بالهدية دي، عشان احنا محتاجينها وانت مش سايبنا وواقف معانا. حضرتك حاسس بينا وبالظروف اللي احنا فيها، والحمد لله ان انت فاكرنا على طول في كل مناسبة بتجيلنا. كما تم توزيع كوبونات على قاطين المناطق الحضرية الجديدة تتضمن قيمة مالية محددة، تتيح للمستفيدين شراء احتياجاتهم من السلع من خلال منافذ امان التابعة لوزارة الداخلية، كأحد أشكال الدعم المقدم لأهالي هذه المناطق. شكراً على البونات يا ريس، وجبنا بها حاجات سكر ورز ومكرونة وجبنة، وربنا يخليك لنا يا ريس. شكراً يا ريس على البونات وعلى المساعدة بتاعتك للناس الغلابة، شكراً ليك. نشكر الرئيس على البونات اللي هو ادانا، ألف شكر يا رئيس، كل سنة وانت طيب وتملي فاكرنا كده، وتحيا مصر. انطلاقاً من الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية، يأتي الحرص على مساعدة أهالي المناطق الحضرية الجديدة لتخفيف الأعباء عنهم وتوفير حياة كريمة لهم. لو تحترينا بتلاقينا دايماً هنا شرطة وشعب.